بقول انه مش عايزين نحول المسألة وننسى الحق فين والباطل فين. وبعدين برضو مش عايز بقى اقعد بقى اجيب الولد واعمله بطل قومي ويطلع بقى كذا واعرض عليه افلام واجيبه بقى يبقى محمد رمضان جديد. لا 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 لا، لانه احنا مش عايزين نعمل ابطال من ورق، مش عايزين في الاعلام نسلط الاضواء على ناس هو مخالف للقانون. هجيبه وبروزه؟ لا، ده ابوه وعمه بيتكلموا وانا قلبي معهم ومعاهم، هم بيقولوا احنا حالتنا الراجل عنده 12 فدان وفرن وتموين باختصار. عايز ايه تاني؟ الولد يشتغل مع ابوه، الولد متمرد، يده متمرد. انا طبعا مش هجيب سيره المذيعه ولا غيره، هي مسكينه يعني، لا هي حافظه ولا هي فاهمه زي ما بيقولوا، يا مسكينه الست شغاله في والمحافظ اللي وعد الغضبان يعني اعتذر. خلاص الموضوع بهذا الشكل. بقول انه عايزين نعمل فرص عمل للناس، عايزين نعالج الناس اجتماعيا، عايزين نشوف ليه الاولاد بيتصرفوا بهذا التمرد. مش عيب، خلينا نفتح ملفات. لا هقول ده غلطان واديله قلمين، ولا اقول ده بطل واعمله واورزه. الموضوع ينتهي عند هذا الحد، وكفايه علينا في وسائل التواصل الاجتماعي. كفايه والله شغل، يعني عايز اقول ايه، شغل ناس لا يليق بمصر. انه خلاص كل العالم فيه هذا، انا عندي 100 مليون، بلد 104 مليون فيها كل حاجه، تحتمل كل النسب. لكن ما انا الاقي في البي بي سي ولا في الجاردن ولا في الصحف شغالين نتيجه العيال المراسلين الصيع اللي بيبعت حاجه هناك يقول له الحق ده مصر فيها كذا. لا، في كل بلاد العالم